Pakistan is a source of pride to the Pakistani woman. In اللغة الأردو مصدر فخر للباكستانية, whereas Nubian is not a source of pride. إن اللغة النوبية ليست مصدر فخر للنوبيين. هذا ما في له داعي. This is a shame. This is a scandal. وعلينا أن نطأطئ رؤوسنا خجلا. We have to look down in shame because this is high خلاص آخر high time. يعني this is my message. Please don't forget it when you get out of this lecture. Please keep it in mind. Just think of it. You have to be proud. You have all reason to be proud. All the other nations either do not have any great civilizations at all, or they got their civilization many, many centuries of and millennia. بعدكم يبي آلاف السنين والقرون. لا يوجد سبب لعدم الفخر. لا يوجد. أصلا ما في سبب. ليس للنوبيين ما يخجل. We have nothing to be ashamed of. We have all reason to be proud. There is nothing to be ashamed of. Be proud of yourself. كونوا فخورين وفخورات. كذلك ممكن تكوين جماعية تلم النساء زي هناك في البلد. المرأة في القرية, the Nubian women in the village have their own organizations. So where women help each other and support each other. This can also be done here. I have to finish up by saying we have a Nubian association here in the United Kingdom. As the boss said, Dr. Jaylee Farah, this Nubian Association in the UK has been working for the last 15 years. But unfortunately, the outcome has been very meager. يعني مما يحزن له أن عطاء هذه الرابطة كان ضئيلا. وهذا يعني لازم نكون صريحين عن الكذب ما بينفع. حقه يقول إن الرابطة أحسن في المستقبل, تجمع النساء والرجال عشان نمشي قدام. الشيء اللي عندنا ده ما ياخو, ولا بشرف آبائنا ولا أجدادنا ولا بشرف أمهاتنا وحبوباتنا. وأنا أختم بالتحية العظيمة للمرأة النوبية العظيمة. ربنا ينجحكم ويكتبكم في كل خطواتكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اعزائنا الكرام, ضيوفنا الساده والسيدات الحضور, لكم كل الموده والتقدير. وشرفني في البدايه ان اتقدم لكم باسمي ايات التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا خالص الوجه الكريم, وأن يعين علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وبلادنا الغالية هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة, ونحن وأنتم ومن نحب في أتم الصحة والعافية. كما يسعدني تشريفكم بالحضور في فعاليات اليوم النوبي مع بهدف احياء الثقافه والهويه النوبيه. ان احتفالنا اليوم ياتي لتذكير النوبيين بتاريخهم وفي حضارتهم التي نمتد لما قبل الميلاد لتتلاحم مع الحضارة الفرعونية. نسعى من خلال فعاليات هذا اليوم إلى لم شمل النوبيين في المملكة المتحدة وحثهم الاعتزاز بنوبيتهم وأصالتهم المتوارثة وأثرات ثقافي, وليعترف الحضور على تاريخ النوبة
مهد حضارات وادي النيل، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا. أن هذا النشاط يأتي في إطار التعاون والترابط بين أبناء النوبة في مصر والسودان، وهي تدل على روح المحبة والتواصل بين الأشقاء. ونأمل أن يكون ليومنا النوبي إضافات مؤثرة في حياة أفراد، وأن تنظيم مثل هذا الفعاليات سنويا أمر من شأنه أن يمنح الشباب أملا في الغد. ومما لا شك فيه أن مثل هذا المبادرات والفعاليات جزء أصيل من المكون العام للتراث النوبي، وهي خلق حالة من الوعي لدى الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية النوبية في ديار الغربة. نتمنى لكم مرة أخرى قضاء وقت ممتع ومفيد، أسعد تواجدكم بيننا على أمل أن نلقاكم دائما. نكرر الشكر والتقدير على تشريفكم بالحضور، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم. ذبحت ونحرت عروس المدن السودانية وادي حلفا، وقدمها النظام الناصري قربانا في محراب عشقه لمصر. وبهذا سجلت أول حالة في تاريخ الأمم أن تقيم دولة مشروعا تنمويا لرفاهية شعبها وتدفع جارتها الثمن. ونحن دفعنا الثمن الحلفاويين أو الشعب السوداني بصفة عامة، ولما هجرونا لمنطقة مغايرة تماما لمنطقتنا الأولى من كل النواحي. لما الناس بقت تخاف من الأعاصير والهبوب، كانت تشيل معاها السقف سقوف المنازل بتطير، كانوا بيمسكوا يعني بقية الشعب السوداني أخذ الحاجة دي يعني للتنبه على الحلفاويين إنهم بخافوا من المطر. طيب أنت زوج جبته عمره 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما شاف مطر في حياته، انت بتجيبه ليه مطر قدرك وليه حبات قدرك وما دايما يخاف؟ ثالث حاجة تانية. الحاجة الثانية حتى ناس البطالة أهلنا وكل حاجة ما في مانع، لكن عاداته تقاليده كان ما بيشبهونا. الليلة هم عادي بيشيلوا السكاكين يربطوها في يدين وبيهموا بها. حصل في القرية جاء واحد سألني الأستاذ بالاسم، قال له الأستاذ بيدرس في القرية، مشينا قاو من الفصل وسدد له طعنان قدام الأطفال وكتلوا برماه. ولما الأطفال كانوا بيسلموا بكورفو جاء الناظر وجا بقية الأساتذة واتفاجئوا بالمنظر اللي قدامه. واحد من الأساتذة واحد من أعمامي أو أخوة عمي اللي هو محمد خير داوود أنجو شهير بأنجو، طوال ينظم أغنية وبتغنى بها ليوم الليل، بيقول فيها نحن ما بنعرف للسكين مكان غير المطبخ، وما بنعرف للسكين استعمالات غير الاستعمالات بتاعتها في المطبخ، لكن نكتب بها زور احنا ما شفناه إلا هسه. فحقيقي الناس دي ظلمونا. الحاجة الثانية الواحدة من أنسى غيرها لما نمشي للقرية بنشوف العرب الرحل بيغسلوا وبيستحموا وبيغسلوا بهايمهم في مياه الترع، والموية دي زادة بيضخوها
الصهاريج برا القرية ويجيبوه علينا في البيوت. المرأة النوبية بذكائها كانوا بيربطوا قطعة من الشاش الأبيض بخشم الزير عشان يملوا لما يجي يملوا الزير موية. الحاجات اللي بتتجمع فوق قطعة الشاش دي انتوا ما بتصدقوها وانتوا بتعايلها بعينها، ديدان حية وديدان ميتة ومواد لزجة، يعني الحكاية كانت غريبة جدا. بعد كله النوبيين صمدوا، الحفاويين صمدوا وعاشوا وشغلوا المشروع بتاعهم وانتجوا. الحاجة الثانية كمان انهم ما انصفوا حتى الجديدة ما دخل لها اي يعني تطور او نمو او اي شيء لا يوم الليلة. بعد ما الموية قلت والناس هجرتها وبدأوا يرجعوا في هجرة عكسية لوادي حلفا وفي هجرة لباقي مناطق السودان، الحلفاويين مهملين تماما. وقال عندي حبيب الله يرحمه تقول لي ألا أنس وشتت متيدة الموجة مسو. وأنا بشبه أنا بخيل لي يعني تاني جنريشن أو تو جنريشن ما حيكون في حاجة اسمها حلفاوي، بنكون زبنة في باقي الأجناس السودانية. يعني الليلة أنت لو اتقطع منك أرض سيراميك، شفتوا الحبات العقد تحت تجري كيف؟ كل واحدة على جهة، تحالنا لنا الليلة، ما قادرين احنا نتلمى على بعض وما لاقيين بعض وما أظن حنتلمى ثاني على بعض، وكل المحاولات الهسي احنا بنعمل فيها دي اللي هي جهد المطيب، تترك بنقدر نعمل يعني. التحديات كبيرة جدا سواء كانت في حلفة جديدة أو في المنطقة النوبية. ما اكتفوا بإغراء حلفة، دايرين تاني يدوروا القصة تاني ويجيبوا سديدات وكجبات. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل أنت محتاج إنك أنت تبني سد في كل خطوة عشان أنت تولد الكهرباء؟ يا أخي أنت ما بنيته سدا عادي، بنيته سد ملوي، ليه ده ما بتكفوا؟ وين انت الكهرباء طولكم؟ وانتوا وين انت الورود بتاعتكم؟ ما في زول بيسمع الكلام. دي واحدة من التحديات. التحدي الثاني حريق النخيل من عام 2006 لغاية الليلة أكثر من 200 ألف نخلة بتتحرق. السؤال اللي بيطرح نفسه، من الفاعل ومن المستفيد؟ يعني معقول أكثر من 100 حريقة تقوم وما يكون في لا فاعل ولا يتعرف الفاعل ولا الحكومة تساهم في إطفاء هذه الحرائق، لا الحكومة الولائية لا الحكومة المركزية، ما في زول شغال بينها أو دي سياسة تخطيط عشان يفرقوا المنطقة من ناسا. الحاجة الثالثة التعدين العشوائي عن الذهب، 128 شركة بتاع التعدين شغالة في المنطقة النوبية غير 200 ألف شخص بنقب. الزول عشان يجي ينقب يسلمون لإصال 150 جنيه اللي هي 150 ألف، وبدون مساحة بتاع 4 متر في 4 متر 4 متر مربع عشان يحفر. دي المساحة بدو عليها ولكن العمق طبعا ما محدد، يحفر قدر ما يحفر. ما تعليل للأضرار الصحية ولا تعليل للآثار البيئية، ولا في دراسات بايومتريك امباكت اسسمنت ما بتدعمي، ما في حاجة زي دي. بيستعملوا السيانيد وبيستعملوا الزيبر، لكن يعني الحكومة أصلا هي أصلا ما جايبة خبرنا ذاتها ولا مهتمة ولا واخدة من اهتماماتها. التغيير الديموغرافي للناس الناس بتكون شايلين الجولد ديكتر بيمشوا حتى من البيوت بيسرقوا ذهب النسوان. لا ما تدخل يعني حتى بيقولوا ما في امان، ما في امان. فدي كلها تحديات سرقه الاثار بسبب التنقيب عن الذهب ذاته فتح باب وفتح مجال لانه الاثار دي تسرق وبتهرب وقدام عيون الناس، والناس بتتكلم بالعربات الفور فور ويلز ولاعب دي بيجوا بيسرقوا وبيختفوا من شويه ما معنا.
دارين انقلوا نقطة الجمارك الحدودية بعد الحدودية من أركين اللي هي منطقة هناك في حلفة في وادي حلفة لضبنا على بعد 500 كيلو متر في العمق السوداني. دي ما حدود شنو دي؟ انت حدودك في ضنبلة؟ عشان انت تعملها في ضنبلة؟ ده كله برضو منطقة تكون المنطقة يعني التحديات دي كلها خلت الناس تفكر في انها يعني لازم تكون في تنظيم اجمع النوبيين، النوبيين ما عندهم مشكلة في التنظيمات، ومين ما قام، هم بيعملوا في تنظيمات. لكن التنظيم بتاع الكيان النوبي الجامع جاء وبدا من الحتة اللي هم انتهوا فيها. لأنه لقينا إنه الكيانات والأجسام النوبية الدائمة السقف بتاع مخالبها يعني ما عالي، يعني مناطقية، كل منطقة عندها يعني عندها الطلبات بتاعتها والاهداف بتاعتها. لكن ككيان نوبي جامع كان الهدف او ما زال الهدف هو انه نجمع الاجسام النوبيه دي كلها مع بعض ويبقى جسم ضارب وجسم مطلبي عشان احنا نحقق او ناخذ حقوقنا. الحقوق ما بتهب، انت لازم حقك ده تطلع. عشان كده كان الناس فكروا كان في الكيان النوبي، والحمد لله كنا عملنا كيان النوبي. المهم يعني كان الفكره بتاعت الكيان النوبي دي الفكره بتاعته انه الناس في القضايا النوبيه الكبيره ما في يعني ما قلنا انه في جسم يزوق في الكيان النوبي او جسم يعني يزوق نفسه في الكيان النوبي او يلقي نفسه عشان يجي في الكيان النوبي. كل الاجسام دي تكون قاعده وشغاله وتخدم مناطقها اللجان المركزية وكل حاجة. بس لما تجي القضايا النوبية الكبيرة الناس دي تكون مع بعض عشان تشكل ثقة وتطالب الحكومة بتحقيق المطالب بتاعتها. في سبتمبر الكيان النوبي نفذ وقفة احتجاجية سلمية قدام مجلس الوزراء في الخرطوم، وكانت دي مطالبنا: التحقيق في حريق النخيل، سرقة الآثار، إنه يعمل شرطة للآثار، التعدين العشوائي لازم يقنن، لازم يشوفوا طريقة للسيادين والزيبق، كل الأطباق حقت المشاكل. ده كان الهدف من الكيان النوبي الجامع، وأنا أسفة جدا أخذت الكلمة. شكرا جزيلا. مساء الخير. أهلا، أنا محمد عبد الحميد، وأنا سعيد أن أكون هنا في هولندا وأكون أحد أنا مجرد صحفي، أنا نطوبي أو الجنت مودة تجيبت. Because I'm going to talk about my own personal experience. I was years old when this happened. And I will just reflection that talk a little bit about my experience, what I remember about this, and how it is in my mind now after 20 years. Because I think that really, this great excellence, experience, tragedy, whatever it is, has not been documented. Very little is written about this big incident in the history of Nubian people and the history of Sudan. And in particular, I mean, it's not really documented, very little is written, but talk about one of my own personal interests also, which is novels. I think يعني go for a riwa or a kitaba riwaya wa riwaya min al hadith al kabir da nas kitaba kabir jiddan wa aw
لا أذكر عمل الوالي قيم ما عدا العمل الخليل قاسم في هجرة النبي في التحلية الأولى في 36 بعدها في فترة كذا في الخليل قاسم الواجب الشهيرة المنظورة الهجرة النبي لم تتبع عنها أعمال الواجب أو الضخمة الكبيرة أو فلذلك أنا أريد أن أقول ما حدث بعيون طفل وبالنظر ربما تكون روائية قليلة طبعا استدعي يعني ماذا نستدعي عندما نستدعي طبعا المعاني الكبيرة المأساة الاقتلاع الفظ والقاسي من الجذور فصل الناس من ثقافتهم ومن تاريخهم وعن فضل اشترك الان كل الحاجات الاتفاقيات الدولية التي لم تراعي مصالحنا ولا مصالح بلدنا ولا مصالح كل هذا اصبح تاريخي بالنسبة لي كطفل أستدعي حياة غريبة جدا أنا من قرية في أقصى شمال السودان وشمال حلفة من قرية ديبيرة وفي ديبيرة شمال هاجر قرية صغيرة فورغتن روموت فيليج كان فيها حياة هادئة الإيقاع وليست جزء من العالم تقريبا تذكرني أنا شخصيا بقرية ما كنت بتاعت جابرييل غارسيا ماركيز قرية معزولة في صحراء تقريبا فجأة عندما بدأ الحديث عن الهجرة بدأت حاجة غريبة جدا تحصل بالنسبة لطفلي بعد ذلك فجأة أيضا غرباء كثيرين جدا من so many types of strangers started to appear in this ظهرت الحكومة بشكل غريب جدا ظهر ناس غريبين يدخلوا بيوت الناس يكتبوا فيها أرقام غريبة ظهروا خواجات كثيرين بيوت ينقبوا عن الآثار ويمروا في بيوتنا ظهرت سيارات لم نعد عليها وأصبحنا فجأة في مواجهة غريبة مع حاجات كثيرة جدا وباستذكار ما يحدث ليس فقط في السودان وفي كل المنطقة برضو دي كانت واحدة من الأفكار التي يجب أن تدرس واحدة من المواجهات الغريبة مع الصدمات الغريبة مع الحضارة أيضا ومع الحداثة والفكرة بتاعت الحدائق كل ما يحدث لنا تم اصلا تحت الادعاء انه الحداثة آتية للتنمية وستنمي الخزان و حياتنا كلها تغيرت اذا لم نقل انها دمرت بدعوة الحداثة دي التي دخلت حياتنا بتفاصيل غريبة جدا وجاءت الحكومة وجاءوا اليونسكو وجاءوا الباحثين عن الآثار وحصلت حركة غريبة جدا أيضا في الاقتصاد المحلي بسبب أنه وهذه الحقائق كلها الغريبة غيرت حياة الناس لم تبحث ولم تروى كأن مثلا فكرة التعويضات هذه اللي هي كانت فكرة خلافية وعليها نزاع طويل جدا بين الاهالي والحكومه لكنها على اي حال احدثت ايضا حراك وتغير غريب جدا في الاقتصاد المحلي وبقينا كاطفال نشوف صله واشياء وحاجات تماما غريبه والبيروقراطيه الحكوميه ايضا بظهور الغريب دخلت في مواجهه مع الناس بسبب من انه وهذه مفارقه اليمه جدا انا شخصيا اعتقد انه
الجزء الفني الإداري من عملية التهجير اعتمد بكفاءة عالية جدا. الجهاز الإداري الحكومي القادة عملية التهجير يتميز بكفاءة عالية جدا، بكوربشن صفر تقريبا، وأنجز مهمته اللي هو مخطط لنفسه بطريقة ممتازة جدا، لكن بطريقة أيضا مأساوية، لأنه هو كل ما أحسن وأجاد في أداء دوره مهمته هو كل ما كان يقابل بمزيد من العداء والكراهية من الناس. هذه الإجراءات بتدمر حياته متغيرة.